يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي خادمة ووجدت عندها كتاب دعاء وفيه هذا الدعاء: اللهم اجعل ما قرأته وتلوته هدية نهديها لنبينا وللأنبياء قبله وإلى الأولياء الجيلاني والبدوي والرفاعي وغيره. يقول هل نناصحها ونبقي هذا الكتاب عندها، أو نأتي لها بكتاب أدعية سليم من البدع، وهل لنا أن نتلف هذا الكتاب الذي وجدناه؟ أولا الإهداء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا غير وارد، النبي له مثل عملك لو ما هديت له شيء. لا تحج عن النبي أو تعتمر عن النبي أو تتصدق عن النبي، النبي له مثل أعمال أمته، قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، فله مثل أجرك لو ما هديت. وهذا شيء لم يرد أنه يهدى للرسول صلى الله عليه وسلم شيء. وأما الهدية للرفاعي والبدوي هذه مشكلة، لأن هؤلاء يعبدون من دون الله الآن، الرفاعي والبدوي وفلان وعلان يعبدون الأولياء، يعبدون الأولياء والصالحين، فهذا لا يجوز الدعاء بهذا، لا يجوز الدعاء بهذا. والحل هو أنكم تبينون لها أن هذا لا يجوز وأن هذا يضرها، تبينون لها هذا وتهدون لها كتاب أحسن من هذا فيه أدعية صحيحة. نعم.